بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 48. البرنامج من تنفيذ محمد ابن محمد الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمر معكم أيها الإخوة الكرام في بيان الأحكام التي تؤخذ من الآيات الثلاث من قوله تعالى: ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا خطأ، إلى ختام الآية الثالثة: فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. قد أخذنا في الحلقة السابقة ما تيسر من الأحكام ونستكمل الآن، ونقول إن كفارة قتل الخطأ تتكون من خصلتين فقط لا ثالثة لهما، وهما العتق أو الصيام على الترتيب. قال تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، إلى قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ويؤخذ من هذه الآيات أنه يشترط في العتق أن تكون الرقبة مؤمنة، فلا يجوز اعتاق الرقبة الكافرة، يعني لا يجزي اعتاق الرقبة الكافرة في كفارة القتل، وذلك لأن اعتاق الرقبة المؤمنة فيه مصالح في أن هذه الرقبة المؤمنة تخرج من الرق إلى الحرية، تعبد الله عز وجل وتؤدي الواجبات الشرعية عليها. أما عتق الرقبة الكافرة فليس فيه هذا الغرض الشريف. والمناسبة، الله أعلم، في جعل كفارة قتل الخطأ عتق رقبة أنه كما أنه أخرج المقتول من الحياة إلى الموت، فإن كفارة ذلك أن يخرج رقبة من الرق إلى الحرية ليتقابل هذا وهذا، فهذا دليل على فضل العتق، عتق الرقاب في الإسلام. وكذلك تدل الآية الكريمة على أنه يشترط التتابع في الصيام، صوم شهرين متتابعين، يعني يصوم 60 يوما متتابعة، فلو أفطر في أثنائها نظرنا، فإن كان فطره لعذر شرعي كالإفطار الواجب للعيدين مثلا، أو الحائض والنفس أفطرتا للحيض والنفاس، أو فطر مستحب وهو فطر المسافر والمريض، فإذا كان فطره لعذر فإنه لا يقطع التتابع، بل عليه أن يكمل ويبني على ما مضى إذا زال عذره. أما إذا كان الإفطار من غير عذر فإنه يقطع التتابع، فلا بد من استئناف الصيام من جديد، ويبطل صيامه الذي قطعه لأنه خالف الشرط. الله جل وعلا يقول: فصيام شهرين متتابعين.
توبة من الله. لكن من مات ولم يؤدي الكفارة فإننا ننظر، إن كان له تركة فإنه يؤخذ من تركته ما يشترى به، ما يشترى به رقبة مؤمنة وتعتق إذا أمكن ذلك. فإن لم يمكن ذلك، يعني لم يكن له تركة أو لم يكن هناك رقاب تباع، فإنه يصام عنه، قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، صام عنه وليه. ودلت الآية الكريمة على أن كفارة القتل لا يدخل فيها الإطعام، وإنما هذا في كفارة الظهار. قد ذكر الله تعالى فيها ثلاث خصال: عتق رقبة، من لم يجد فصيام شهرين متتابعين، من لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذا خاص بكفارة الظهار. أما كفارة القتل خطأ فإنه لا يدخلها الإطعام. ويؤخذ من هذه الآية أن دية قتل الخطأ تسلم لأهل القتيل إذا كانوا من المسلمين أو من الكفار المعاهدين، فدية مسلمة إلى أهله، مسلمة إلى أهله. وقد جاءت السنة بأن دية قتل الخطأ على عاقلة القتيل وهم عصباته، وهم عصباته، وذلك لأن هؤلاء يرثونه لو مات ويأخذون ماله لو مات، فكذلك إذا وجبت عليه الدية فإنهم يتحملونها، لأن الغرم بالغنم كما هي القاعدة الشرعية، ولما في ذلك من التكافل والتعاون بين المسلمين عموما وبين الأقارب خصوصا. ويؤخذ من هذه الآية أن الكفارة تكون على القاتل، تكون على القاتل وليست على العاقلة. وكيف يكون عليه كفارة وهو لم يتعمد وليس عليه إثم؟ قالوا: والحكمة الله أعلم لئلا تهدر الدماء، هذا من احترام الدماء. ولو لم يكن القاتل متعمدا فالدم لا يذهب هدرا، ولأجل أن لا يتساهل الإنسان في الاحتياطات، لأجل أن لا يتساهل الإنسان الاحتياطات التي تجنبه الوقوع في قتل الخطأ، بأن يستعمل الاحتياطات، خصوصا في وقتنا هذا في قيادة السيارات والمركبات والطائرات، فإنه يجب على قائد المركبة أن يتخذ الاحتياطات بأن يتفقد المركبة قبل أن يستعملها، ولا يقودها وهو لا يدري عن محركاتها، يتفقدها ويفحصها قبل قيادتها أو تحريكها. وأيضا أن يتجنب القيادة وهو في حالة لا تصلح للقيادة، كأن يكون فيه نوم أو نعاس، أن يكون فيه نوم أو نعاس. وكذلك
يتجنب القيادة إذا كان لا يحسنها ولا يتقنها، وكذلك يتجنب السرعة الخارجة عن نظام السير. وكل هذه أمور يجب على قائد المركبة أن يلاحظها، فإن تساهل فيها فإن هذا مدعاة لوقوعه في الخطأ، ولهذا أوجب الله عليه الكفارة لأجل أن يحتاط. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.